من كورونا كان في كمان حدث إنساني جميل قوي، ويمكن ما بيعديش أسبوع غير لما نكون جايبين حالة إنسانية تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. المرة دي تفاعلوا مع قصة ملك وبشوي. القصة في صحفية شابة اسمها مي محمد، هي اللي لقطت الصورة دي، شافت وهي ماشية في أحد شوارع اسكندرية طفلة قاعدة بتذاكر على الشارع على الرصيف وبتبيع مناديل في نفس الوقت. اللي لفت نظرها ان في كان جنبها شاب باين ان هو مش تبعها، لكنه شاب قاعد يذاكر لها ويحفظها الدروس بتاعتها. لما عرف التفاصيل اكتر طلع ان الشاب ده اسمه بيشوي جبرة، وهو طالب في كلية هندسة في قسم عمارة، وهو لما شاف ملك تعهد ان هو يقعد جنبها ويساعدها في دراستها، وخصوصا بعد ما عرف انها متفوقة وعايزة انها تبقى حاجة كبيرة في المستقبل. الحقيقة لما مي شافت اللقطة دي صورتها ونشرتها على الفيسبوك، عملت تفاعل كبير جدا، والناس كلها كانت بتدعي له من باب جبران الخاطر، من باب انه بيعمل حاجة خير. القصة ما وقفتش لحد هنا. بشوي لما شاف ان هو القصه بتاعته انتشرت واللي هو عمله انتشر، الحقيقه ما كانش مبسوط، لان هو كان عايز يعمل ده في الدره، وشاف انه كده الخير هينتقص منه لو الناس عرفت. لما لقى ان في تفاعل ايجابي مع الناس عنه، الحقيقه فكر ان هو يعمل الخير بطريقه تانيه. فكر انه القصه تتوجه لملك، تكون هي البطله مش هو، لانه هو قال ان ملك بنت بسيطه في اسره بسيطه في محافظه الاسكندريه، وظروفها المعيشيه بتحول دون ان هي تعرف تكمل دراستها بشكل مناسب، لان اهلها ناس بسطه، فبتضطر انها تروح المدرسه الصبح وبالليل تنزل تبيع المناديل علشان تقدر تكفي دروسها. فعلشان كده هو قال ان احنا ننزل بصور ملك وصور حياتها على الطبيعه، لعل وعسى ان حد من المسؤولين يقدر ان هو يشوفهم. واحنا بدورنا طبعا بنوجه تحيه اولا لمي الصحفيه اللي لقطت الصوره، بنوجه تحيه لبشوي الطالب الشاب الجميل اللي احنا كلنا بنتمنى وعارفين انه شباب مصر كلها فيها الخير ده، وطبعا بنوجه كمان رساله للمسؤولين انهم يشوفوا هذه الحاله ويدعموها طالما انها تستحق وعايزه فعلا انها تبقى حاجه مشرفه في المستقبل. حلوة قوي ينفين، شعور جميل جدا بين الناس، يعني انهم يتفاعلوا مع بعض ويساعدوا بعض، ده شعور جميل جدا.